تفضلوا الاساتذه تطرح موضوع حقوق المستهلك، تطرح موضوع التسويق، تطرح موضوع دور الابناك والتمويل، الغلاء ديال او ارتفاع الكلفه ديال عبد الخالق مدير تجاري في مجموعه بزيوي ايمو للعقار. كنا ضمن هذا اللقاء مع مجموعه من الخبراء باش نخدموا انصام في تحديات ما بعد كورونا. دونك حنا كمجموعه للعقار متفائلين في المستقبل العاجل، وصلنا ضمن دابا مع الصيف جاي، مع الجاليه ان شاء الله غتدخل، مع هذه الجائحه الحمد لله اللي تعافينا منها. دونك داكشي التدريجي بدا كيرجع كما كان، ولكن صافي كنلاحظوا بان راه كاين واحد الانفلاسيون كبيره على صعيد العالم كامل، وطبيعه الحال غادي هذا هو البوان انتروغاسيون اللي كاين. سينو متفائلين، وتفاؤل راه هو كل شيء. العقار سيغمون اللي هو مهم بزاف في المغرب، واحد القطاع مهم بزاف، وبيان سور خاص يكون لقاءات بحال هادو، خاص يكون ناس يجتمعوا ويخموا. دونك كندير واحد الملاحظه السيد، سيتيغ كو اللي غيعطينا الصوت ديال المستهلك ما كاينش. دونك سي فغي ان شاء الله هذه هي الندوه الاولى، غيكونوا من بعد ونحاولوا ان شاء الله يكون الناس اللي يهضروا باسم المستهلكين، باش يكون حتى حنا واحد الشوفه بلو بريسيز ديال الطلب.